حظر الحوثيون في اليمن التعامل بالأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية في عدن بحجة أن امتلاك وتداول تلك العملة يهددان الاقتصاد الوطني. وتهدد هذه الخطوة بمضاعفة الأزمة الاقتصادية الحادة وبمزيد من المعاناة في البلد الغارق في الحرب منذ 5 سنوات. هذه الأوراق النقدية يمنية، لكن لا قيمة لها في عاصمة اليمن. هكذا قرر البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون. السجن أو الغرامة يتربصان بمخالفي القانون الجديد. بلغنا طبعا بأن دويلة الإمارات تقوم بطبع كمية كبيرة من هذه الأوراق بدون تغطية، وتعطي مبالغ كبيرة من هذه الأوراق التي بدون قيمة لعملائها في المحافظات التي تقع تحت الاحتلال. خطوة صنعاء فاقمت من معاناة آلاف الموظفين ومن أفنوا أعمارهم في خدمة البلاد، فهم لن يستطيعوا تسلم مستحقاتهم بعد اليوم. لكن الحوثيين يرفضون هذه الاتهامات. ستؤثر كثير على سعر الريال، ربما يصل سعر الدولار إلى أكثر من 1000 ريال، وبالتالي سترتفع الأسعار بشكل جنوني، سيعمل خلل وسيعمل اضطراب من جميع النواحي. أعتقد جازما بأن اللجنة الاقتصادية توصلت لهذا القرار لمنع هذا التدهور المقصود من قبل العدوان. الريال اليمني يدفع باهظا ثمن انقسام اليمنيين ويزيد من معاناتهم. صراع توسعت رقعته في كل جانب يعيد إلى الأذهان شبح تقسيم اليمن. وينضم إلينا من صنعاء أحمد سعيد شماخ، الخبير المالي ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات. مساء الخير أستاذ أحمد وأهلا بك. إذا يعني اليوم أوضاع اليمنيين بالتأكيد صعبة للغاية، وهم يدفعون ثمن الصراع بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي. اليوم برأيك هل من الممكن تحييد الاقتصاد اليمني عن هذا الصراع السياسي والأمني على السلطة في اليمن؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى كل المشاهدين، وأشكر التلفزيون العربي لاهتمامهم بمثل هذه القضايا المهمة التي تلامس حياة كل اليمنيين. وبالنسبة لعملية تحييد البنك المركزي أو تحييد الاقتصاد أو تحييد القطاعات الإنتاجية، هي أعتقد أنها مهمة جدا، ولكن الأهم منها هو إيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه، لأنه هذه الحرب قد مست يعني كل إنسان داخل اليمن، وأصبح كل اليمنيين يعني مشردين، ليس لهم دخول، يعني حياتهم المعيشية يعني ضنكة نعم. أستاذ صعبة أحمد، إلى أبعد لكن الحدود. هل متاح برأيك تصرح هذا كثير الأمر؟ من أعمال الكثير من أعمالهم سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. طبعا هو متاح، يعني انا كنت من الناس الذي من اوائل الناس اللي دعوا لتحييد البنك المركزي وايضا القطاعات الانتاجيه مثل النفط مثل الغاز، وبالامكان جدا يعني فمصرف لبنان المركزي ظل طيله 14 عام محيد، يعني كان يمد الحياه الاقتصاديه داخل لبنان، ولا في حكومه ولا في رئيس. ولماذا لا يكون هذا يعني ايضا في اليمن؟ يعني اول ما فكر فيه السياسيين هنا في اليمن هو بالبنك المركزي، وهذا طبعا من الاخطاء الكبيره التي مست حياه الناس ومعيشتهم. وينبغي تحييد البنك المركزي لأن يكون بمنع عن الصراعات السياسية. ممكن للحكومات المحلية أن تختار
ناس مصرفيين محايدين معروفين يعني على مستوى اليمن، مستوى على مستوى القطاعات الاقتصادية، على مستوى القطاع المصرفي بحياديتهم بمعرفتهم بهذا القطاع ليدوروا لأن يديروا البنك المركزي ولأن يكون بعيد عن هذه الصراعات ويمد الحياة الاقتصادية ويمد يعني حتى المتحاربين داخل البلد، فلماذا لا يكون هذا؟ نعم طيب أستاذ أحمد، يعني بالعودة إلى سوف بالعودة إلى موضوعنا يعني بإيقاف تدهور الاقتصاد اليوم، البنك المركزي وطبعا يسيطر عليه الحوثيون يقول إن هذه الخطوة من شأنها أن تنقذ الاقتصاد اليمني، كيف ذلك؟ هل هذا القرار صائب برأيك أم أنه مخطئ؟ ما هي الذرائع التي يستخدمونها؟ اولا وفقا للدستور وفقا للقانون هو البنك المركزي يكون في العاصمة اليمنية صنعاء. عندما اتخذت دول التحالف يعني قرارا بنقل البنك المركزي من مركزه الرئيسي في صنعاء الى عدن يعني في اتجاه بما يسمى بالحكومة الشرعية، لم يقم البنك المركزي بعدن بمهامه يعني وفقا لتعهداته، يعني سواء كانت تعهدات لندن او تعهدات عمان او تعهدات يعني غيرها من تلك الاجتماعات او التشاورات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي ومع الامم المتحده مع كل الفاعلين. لا هذا يعني بنك عدن لم او حكومه عدن لم يعني تنفذ بما وفقا لهذا الاتفاق، وبأن يمد الحياة الاقتصادية بالمال، بأن يمد البنك أو فروع البنك المركزي سواء كان في صنعاء أو في غيرها من محافظات اليمن بالسيولة النقدية، إلا أنه ظل يعني البنك عدن يطبع ويضخ للسوق يعني بالترون يعني وصلت إلى أكثر من تريليون و200 مليار ضخها إلى السوق دون غطاء. وأيضا أنا في اعتقادي سواء كانت عملة ورقية أو عملة إلكترونية لابد من أن يغطي ذلك يعني ما يقابلها من الإنتاج أو من المعادن النفيسة أو من العملات الصعبة. البنك المركزي أصبح مفروغ منه يعني سواء كان في صنعاء أو في عدن أو في مأرب. لدينا الآن 4 بنوك مركزية، صحيح. بنك في صنعاء وبنك آخر في عدن وبنك في مأرب وبنك في حضرموت. كل هذه البنك تعمل بمنع عن المركز الرئيسي، ويفترض أن يكون هناك حلول عاجلة، وإلا فالمؤشرات يعني خلال الأيام القادمة يعني ممكن تسبب كارثة إنسانية. نعم أستاذ أحمد، إذا لم سنتحدث عن التداعيات لأنه سعر الصرف يعني مرتفع جدا الآن. نعم سنتحدث عن التداعيات على اليمنيين وعلى الاقتصاد اليمني طبعا، لكن أرجو أن تبقى معنا. نذهب الآن إلى رانيا الدريدي ومعلومات حول الريال اليمني في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والانقسام السياسي في البلاد، ثم نعود لاستكمال النقاش. على مدى الأعوام الخمسة الماضية دخل الاقتصاد اليمني في أطون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهورا حادا نتيجة الحرب الدائرة هناك وممارسات النهب والتدمير، وتبعاتها إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع وتفشي الأمراض والأوبئة. ونتيجة لهذا الصراع الدائر هناك أفضى ذلك إلى انهيار قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية، إذ يشهد انخفاضا متسارعا في العاصمة المؤقتة عدن ليصل إلى نحو 640 ريال للدولار الواحد في السوق السوداء، في حين يختلف الأمر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إذ يباع بأقل من 600 ريال في الوقت الذي يبلغ السعر الرسمي نحو 250 ريالا. قيمة الريال اليمني تراجعت نحو 15% في جنوب البلاد في الأسابيع الخمسة الماضية ونحو 7% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقد أدى هذا الانخفاض الراهن في قيمة الريال اليمني إلى ارتفاعات واسعة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية
في عموم المناطق اليمنية، إذ ارتفعت أسعار السلع بنسبة تتجاوز 200% لبعضها خلال شهر يناير كانون الثاني الجاري حسب مصادر محلية. هذا الانهيار في العملة المحلية زاد من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، خصوصا أن معظم الموظفين في اليمن يعيشون دون مرتبات حكومية منذ أكثر من 3 أعوام، في حين يعاني أكثر من 22 مليون شخص من الفقر وهم بحاجة إلى مساعدات حسب تقديرات أممية. وأرجع خبراء اقتصاديون أسباب الفارق في سعر العملة ما بين صنعاء وعدن إلى عدة أسباب، منها ضخ الحكومة اليمنية كتلا نقدية من العملة المحلية المطبوعة في مناطقها. في مقابل ذلك تعاني مناطق سيطرة الحوثيين من شح كبير في السيولة النقدية ومنع تداول العملة المطبوعة والاعتماد بشكل كلي على العملة القديمة والتي شارفت أغلب فئاتها على التلاشي والانتهاء. ومنذ بداية الحرب الدائرة في اليمن تم إفراغ البنك المركزي اليمني من الاحتياطي النقدي الأجنبي المقدر بنحو 5 مليارات دولار وأكثر من 1.5 تريليون من العملة الوطنية، الأمر الذي هز السوق المصرفية التي تعاني شحا كبيرا في السيولة النقدية وانتشار عملة قديمة مكدسة وتالفة في مناطق سيطرة الحوثيين والعملة الورقية المطبوعة في مناطق الحكومة اليمنية. شكرا لرانيا على هذه المعلومات، وأعود إليك أستاذ أحمد سعيد شماخ الخبير المالي ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات. أستاذ أحمد، يعني اليوم بعد انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي، وخاصة أن هناك طبعا عقوبات يعني ستلاحق من يخترق هذا القرار، اليوم الكثيرون يلجؤون إلى السوق السوداء لاستبدال طبعا العملة القديمة العملة الجديدة المطبوعة، كيف ستكون تداعيات هذا بداية على الاقتصاد اليمني؟ أنا في البداية يعني أولا أنا بشكر الأستاذة رانيا على التقرير الرائع والممتاز هذا الذي يعني يشخص الحالة اليمنية في هذا الجانب. طبعا فيما يخص انتهاء الفترة المحددة لاستبدال العملة الجديدة بالقديم، هو يعني أنا في اعتقادي أنه كان القرار ينبغي أن يكون ما يكونش متسرع بهذا الشكل، وينبغي أيضا تمديد هذه الفترة ويعني حتى يتمكن كل الفعاليات الاقتصادية وأيضا المواطنين من التبديل لهذه المبالغ، في نفس أيضا مبلغ ل100,000 ريال يعني أعتقد لا تساوي يعني ربما لا تساوي حتى 200 دولار يعني. نعم. الناس عندهم يمتلكوا يعني بعض الأشخاص عندهم مبالغ، مواطنين عاديين عندهم مبالغ كبيرة، وهذا المبلغ السقف يعني غير يعني يعتبر يفترض أن يكون أكبر من هذا. الناس كما تفضلتي أنهم يعني لجأوا إلى السوق السوداء، ويبدل الآن يعني أحيانا يبدل المليون الجديد يعني يوصل إلى 700 إلى 800 ما بين 700 و 800 بالقديم، فهذا يعتبر وجهة نظري أنا ابتزاز للناس من قبل الصرافين في السوق السوداء. الآن يعني أنا في اعتقادي أنه الاقتصاد اليمني أصبح اقتصادا يعني غير إخلاقي، لا يخضع لقوانين العرض والطلب، ولا يمكن إسقاط عليه أي نظرية في هذه الحالة، لأنه يعني يحكمه السوق السوداء. وهناك تقريبا أكثر يعني أنا عملت دراسة، يعني هناك أكثر من 90% من إجمالي النقد المصدر هو خارج القطاع المصرفي، خارج البنك المركزي، خارج البنوك كلها، وتدور في الخزائن البيوت وفي البدرومات، ويجب إعادة الثقة هنا على البنك المركزي سواء نعم كان في صنعاء أو في عدن. أحمد أعتذر على المقاطعة. إلى يعني ما بين البنك المركزي وما نعم. بين البنك وبين البنوك وأيضا المدعين. سعيد شماخ الخبير المالي ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك.